عقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط اجتماعا مع عدد من منظمي الرحلات، وذلك على هامش المشاركة في الملتقى العربي للسياحة والسفر المنعقد حاليا بدبي. وعبر اللقاء دعت الوزيرة كبرى وكالات السفر المشاركة لوضع خطط لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر من السوق العربية، مشيرة إلى الإجراءات التي تتبناها مصر لجذب الأشقاء العرب، ومن أهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون العربي، وكذلك تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمجموعات السياحية القادمة من دول المغرب العربي الشقيقة. وأكدت المشاط ضرورة العمل على توفير علامة تجارية مميزة للمقصد السياحي المصري بتنوعها الكبير والقادر على إرضاء كل الأذواق من السائحين.